يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد دلول. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم Oh!
كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد وما ترى معكم شفعاءكم الذين زعموا تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله فأنى تؤفكون
ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو الذي جعل لكم النجوم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء أنزل من السماء
بات كل شيء والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طلعها قنوان يؤمنون
وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين عملات بغير عيد بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله
ربكم لا إله إلا هو ولم تكن له صاحبة وخلق شيء وهو لشيء لا وما أنا عليكم
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب الأكوان المشرق بنوره كل مكان الموجود الحق قبل الزهور والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان السادة الحضور الكرام من الصراط المقام المغفور لهما السلام عليكم ورحمة الله. يقول الحق تبارك وتعالى في حديثه القدسي: لست من أرزقي حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي، ولقد بلغت رحمة الله في عباده فقال: عبدي إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني ذكرتك، إن ذكرتني لذكرتك برحمتي وإن نسيتني لذكرتك بنعمتي. أيها السادة القرآن الكريم تلاها على ما سام حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد جلهوم القارئ والمقيم بمركز ومدينة منوف ركبت الإذاعة والأنوار الكهربائية ركبت تحت دار اللست محمد صلاح بقرية شمرة بلولة بالاشتراك مع محلات الفراشة الكبرى ومخازن الفراشة ركبت تحت دار أولاد العشري بقرية شمرة بلولة. أيها السادة المعزين للفقيد الرحمة والسلوان الذي انتقلت من دار البقاء إلى دار الفناء، ونيابة عن هذه العائلة تقبل الله عزاءكم جميعا وكان سعيكم مشكور، والسلام عليكم ورحمة الله.